هو الاهلي نفسه مفتوحه ودي حاجه كويسه جدا ان هو بقى يعني بدا الدوري بافتتاحيه باهداف كتيره وعزز يعني انتصاراته من السنه الموسم الماضي ببدايه جديده في الموسم الحالي باداء مميز، خاصه طبعا في الشوط الثاني من حصل بعض كده يعني تراجع شويه في الشوط الاول، لكن هو ده النادي الاهلي بجماهيره بلاعبته باصراره على النجاح واصراره على المكسب. وميزه النادي الاهلي يا كابتن فاروق ان هو اي بطوله بياخدها بيرميها ورا ظهره ويبتدي يخش في بطوله جديده طبعا. فهي دي الميزه، هو ما عرفش يعمل كده في ماتش السوبر افريقيا يعني هي دي اللي كانت غلطه في يعني شويه لعيبه في بعض الاهمال والتسيب، لكن بعد كده الدنيا انظبطت بوجود الكابتن محمد رمضان ووجود طبعا يعني انضباط واحكام للمعسكر بشكل كبير، ادى بعد كده ان اللعيبه لعبت وركزت وطلعت امكانياتها الحقيقيه. واي فريق قدام النادي الاهلي يعني لما النادي الاهلي يطلع قدراته الحقيقيه صعب ان يقف قدام النادي الاهلي يعني بالامكانيات اللي موجوده بادارته بجماهيره بلعيبته بكاس فني، فمبروك للنادي الاهلي وجماهيره النهارده. حقيقة كابتن لما نيجي نتكلم على سر لقاء وما يعني ما بعد لقاء وتصريحات كولر قال بالنص كده الأسوأ بالنسبة لي أو أسوأ شوط قدمته فيه مع النادي الأهلي هو الشوط الأولاني أمام سيراميكا النهاردة. يعني هو طبعا يعني بعتبرها زيادة شوية أنه هو أسوأ شوط، ولكن بعتبر أن اللعيبة عرفوا يعني يبتدوا يركزوا في المباراة أكتر في الشوط التالي، وطبعا نتيجة لحتة تكتيكية شوية أن الفريق المنافس يعني بتاع سيراميكا يعني كان برضه فتح خطوطه في الشوط الثاني بشكل يعني كان برضه حاسس انه ممكن يعني يقدر يحرز اكتر من هدف في النادي الاهلي، وده طبعا كان تقدير غير موفق بالنسبه لهم. النادي الاهلي استغل الثغرات الدفاعيه وقدر يحرز اهداف، فدايما انت لما تلعب قدام النادي الاهلي لازم تكون حذر وبتلعب بخطه متوازنة، وخاصة في الناحية الدفاعية تكون مأمن دفاعاتك وبتلعب بخط دفاعي متزن عشان طول المباراة، لكن لو ما ركزتش في كده طبعا النادي الأهلي هيقدر يعني يستفاد من المساحات دي كلها. كابتن هادي يعني خليني برضو أسألك يعني فكرة التغييرات والسكواد اللي موجود عند النادي الأهلي سواء تشكيل أساسي أو اللعيبة اللي بتنزل حقيقة حاجه يعني بالنسبه لي وانا بتفرج كده لا مرعبه لاي فريق الحقيقه واي مدير فني وهو شايف مثلا قفشه بينزل وبيرسي تاو وعمرو السوليه ورضا سليم هو الناحيه الثانيه هيعمل ايه؟ ما دي برضو بتبقى مشكله يعني. طبعا اي فريق كبير يا كابتن فاروق بيبقى دايما مش بيعتمد على 11 لعيب فقط، لازم بيعتمد على الليسته كامله، وخاصه الليسته دي لما تكون لسه ذو اسامي رنانه يعني واسامي كبيره في كره القدم وعندها خبرات وعندها امكانيات فنيه. طبعا النادي الاهلي يمتلك كل هذه الاسلحه اللي يقدر في اي وقت يقدر ينزل لعيب يساعد اللعيبه زمايله في تغيير مجرى المباراه. وده اللي الاهلي بيعمله، والروتيشن ده الحقيقه كولر بيشتغل بيه بشكل كويس وناجح فيه يعني. ده في لعيبه تانية لسه بره كابتن ما كانوش موجودين النهارده برضه يعني كهربا موجود بره في اصابات موجوده بره طبعا بالتالي تيم كبير. طيب كابتن هادي يعني حتى الان الدوري المصري والاسبوع الاول من وجهه نظرك والشكل الجديد الحقيقه للدوري شايفه هيكون بالمستوى الفني بالاسبوع الاول هيكون عامل ازاي على مدار الموسم ان شاء الله؟ هو تجربه جديده خلينا نشوف يعني هتوصل لايه، لكن انا يعني شايف ان هي ممكن تؤدي لنتائج كويسه وتؤدي لقدر كبير من المنافسه ما بين الفرق، وممكن فعلا تعمل رواج للدوري تسويقيا بشكل كويس، وممكن تساعد بس شويه برضه في تقليل الاصابات عشان ضغط المباريات شويه هتساعد المنتخب ان هو يقدر يشتغل اكتر. فكل ده يعني خلينا نشوف التجربه الموسم ده. وعلى فكره كابتن هادي اللي هيخسر نقط في الدور الاول مش عارف يعوضها خلاص الدور الثاني خلاص فلازم كله مصحصح صحيح وكله مركز والنقطه بحساب والوقت بحساب. طبعا يعني شكل جديد خلينا نتابع ونشوف وان شاء الله كده يسفر على حاجه تليق باسم السؤال الاخير كابتن عن وسام الحقيقه وسام ابو علي رايك فيه بقى يعني والتالق اللي موجود رائع رائع لعيب رائع لان هو يعني ايه
يمتلك صفات هجوميه واضحه، قناص، بيعرف يلعب برجله اليمين والشمال، بيعرف يلعب بضربات راس كويس، متفاهم مع زمايله في الملعب، عنده خفه حركه في الاداء، فكل ده مواصفات زاد اللعيبه بتتعاون معاه، ودي نقطه مهمه يعني. صحيح. يعني سؤال اخر كابتن، معلش يعني بطول عليك، محمد هاني في حاله رجوع كابتن، هل بتفضل وجوده على حساب اكرم توفيق، ولا اكرم توفيق يكمل في ظل وجوده المتالق الحقيقه والجاي؟ واكرم اشرس واقوى، بس هاني عنده مميزات برضه هجوميه قويه. يعني هما الاثنين اتمنى يتنافسوا في المركز ده، لان طبعا عمر كمال لعيب كويس جدا، بس عمر في الشكل الهجومي يعني لو لعب يعني قدام شويه افضل ان هو يلعب باك. بس دي هتبقى صعب عليه يا كابتن، هتبقى صعب عليه لان الاماكن برضو محجوزه. معلش بس في اوقات روتيشن كولر بيعملها يقدر يتصرف فيها. لكن اكرم في الحته اليمين بيقفلها كويس جدا. صحيح. وهاني لما بيلعب برضو يعني لازم النادي الاهلي لازم في ثلاث لعيبه يعني يكونوا في المركز الواحد عندهم نفس الكفاءه والمستوى قريب من بعض يعني. ما شاء الله، يعني هناك بعض او اغلب اللاعبين في النادي الاهلي كابتن تقدر تلعبهم في كذا مكان يعني. بالظبط. فهي كمان اللي يساعد على كده كمان نقطه مهمه هي قدر الحب والتعاون والود ما بين اللعيبه وبين بعض، واللي والمصلحه هي مصلحه الفريق ومصلحه التيم مش مصلحه فرد. صح. ولان التنافس هنا يعني دايما عايزين التنافس الحميد اللي يؤدي الى تطور المستوى يعني. صحيح. رجل المباراه النهارده من وجهه نظر الكابتن، انت رايك ايه؟ والله انا عجبني الشناوي الصراحه، في يعني عمل يعني اللي هو التغييره اللي حصلت في الماتش بسبب الشناوي، يعني ده انا بالنسبه لي وجهه نظر الشناوي. انا معاك. وسام كويس، حسين شحات يعني جاب برضه هدفين، لكن بالزبط. الشناوي لولا الحقيقه كانت الامور ممكن تكون اختلفت في نتائج. انا معاك يا كابتن فاروق. تمام يا كابتن هادي، بشكرك يا كابتننا الكبير كابتن هادي خشبه، هي نجم النادي الاهلي السابق والمدير الرياضي لنادي اهلي طرابلس، اتمنى له كل التوفيق بامر الله. كابتن هادي من الشخصيات المحترمه وسفير طبعا يعني اداري في التواجد طبعا في الدوري الليبي واحد الانديه العريقه الحقيقه في الدوري الليبي. طيب الحقيقه ما نقدرش ان احنا ما نتكلمش على نجمنا الكبير.